عن هذه الضربة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع حلفائها الفرنسيين والإنجليز. هذه الضربة لن تؤثر على صمود هذا الشعب العربي السوري المقاوم، ولن تؤثر على معنويات جيشنا البطل الباسل. الجيش العربي السوري حقق الإعجاز والإنجاز، واستطاع تحرير أكثر من 90% من الأراضي السورية من براسن حقيقة هذه الأدوات المأجورة في الأرض السورية. نحن ما خايفين من صواريخ امريكا، زلينا صواريخها، نحن بالساحات، نحن بالشوارع، مالنا بالملاجئ مثل ما عم بيقولوا. واموال الخليج راحت كلها ب50 دقيقة ضحكوا عليهم،